السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير، تكون في أحسن حال، صحة جيدة. سمحوا لي على هاد الغيبة. ايوا هادشي اللي كتب الله، ما جيت المغرب وانا عام مريضة، تنوض من مرضى تنطيح في مرضى، الله العظيم كلشي تيحرقني. لا اله الا الله وصافي. شكرا كل من تيسول عليا، كل واحد تيسول عليا، الله يجازيه بالخير، لا في الواتساب لا في اي بلاصه. شكرا شكرا كاع، سلامكم تيوصلني. هيا انا مشكيت عليكم، الحمد لله رب العالمين. منين يجي نهار واحد، منين يجي صافي انا مريضه. جيت نهار 22 في الشهر، كان الخميس، دابا حنا اليوم راه الاربع، 4 في شهر 1 في 2023. الحمد لله على ابتلاءات الله، والله كل شيء كل تتحيد المرضى نجي المرضى. ديك المرة تلقيت راسي في لابيلانس نهار قبل منو، راني مصورة فيديو، دابا نحط لكم مقاطع. مشيت للطبيب الراسي، ما عيط الرغبو، تنقول له الحجر في الكلاوي، لا حياة لي، ما تنادي ما الدواء يوقع فيا. تنقول له تيقول لك ديري السكر، مش انا مريضة الحجر الكلاوي هالكيني. قالك لا ديري تحليلات السكر، دارنا في كوكر، الناس ديال الفصل يعرفوا كوكر، هو طبيب كبير كبير غير الله. دارو لي تحليلات السكر، قلت لهم انا راني تا نعرف سكري، راه تندير ديما تحاليل. صافي النهار تاني تهزتني لابيلانس، راه حطيت لكم الفيديو. او شي ساعة وانا مغيبة، فاش فاقت عيطت نرغبهم راه الكريز، ديروا لي غير الاكياس ديال نقص التروية، ما عرفوا لا شنو هو نقص التروية، ما عرفوا حتى شي حاجه، ما عارفين حتى شي حاجه لا شنو هي نقص الترويه لا والو. قلت لهم عندي اعتلال اعصاب السكر، قلت لهم عندي اعتلال اعصاب السكر، ما عرفوا شنو هو اعتلال اعصاب السكر. بحال كل مستاجير هذا في دار مرازنا اللي داتني لابيلان، هي تنقول معطينا باش نكلمي الحريق، باش نكلمي الحريق، الله يرحم ليكم الوالدين، عاد ديال الحجر الكلاوي والو ما كاينش معاهم تهضر. اش لي يديها فيك، وداس عليا في الامراض، ومازال لدابا الحمد لله. دابا هو مشيت لطبيب السنان، هات الوراق اللي مسجلاه، قالي ما نقدرش نحيدها لك، قالي ما نحيدها لك حتى يعطيني اوتوريزاسيون الطبيب ديال القلب. ايوا فين هما هاك فلوس ديال طبيب القلب، فلوس طبيب السكر، فلوس طبيب الكلاوي، ناري شحال ديال الطب. انا جالسه تنعاني في صمت، تموت في صمت. وياه ايوا قالك هضري مع الصحافه، مشي نهضر مع الصحافه زعما باش كان مع الله شي واحد يحن، اي حنا نقلبو نمشيو نديرو بعدا الدواء. الساعه ما كاينش الحمد لله رب العالمين. تعيطو بزاف وتيتفلاو وتي تيقولوا شي هضره اللي حشومه كاع بزاف. انا ربي اللي علم بيا كل امراض، وكل واحد شنو تيقول الله يسامح ليهم وصافي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله عييت الحمد لله رب العالمين، والله مريضة والحمد لله، اش غادي نديرو، له الحمد والشكر، حنا من الحامدين الشاكرين. ما بغاش يحيد لي الدرس، دابا تنعاني منها شحال معانيا في الدرس. قالك خصي ياخد الاوتوريزاسيون مع طبيب القلب. ايوا فين فين طبيب القلب الحكاية. ايوا واش غادي نديرو، الله يفرج وصافي من عنده، والله الله يفرج على العباد. هادشي ما نقولو، وشكرا ليكم، شكرا ودعمونا، الله يحميكم الوالدين. انا غادي نحط لكم الفيديوهات الاخرين اللي مشيت للاطباء، الله يصوب صافي. شحال هادي ما حبيت، راه قد النهار اللي جيت من المطار مازال الفيديو ما لحتو، ما عنديش القدره. منين جيت وانا بزاف مريضه، دابا راه 12 ما عقلتش. المهم نهار 22 يوم 4 وباش جيت المغرب تزيد عن مرض، والله العظيم لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. والله كلشي كلشي تجمع عليا والحمد لله. ساش بارطاجيو لي القناة، الله يسهل عليكم، ودعموني بلايكات واشتراكات، فضلوا لي سامران، وتشاهدوا لي الفيديوهات، الله يسهل عليكم، الله يحن عليكم يا ربي، الله يقف معكم في الدنيا والاخره، الله يفرج علينا وعليكم على الجميع.
ان شاء الله. خليكم مع الفيديوهات الاخرين شوفوهم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نريد كان هنا الضو كان دبنا رحومتي غادي نمشي للطبيب، راني مريضه، عندي احتباس رجلي مرفوقه بزاف، عندي احتباس السوائل. المهم نمشيو تما وغادي نشوف واش غادي يقولوا لينا. حنا دابا غادي نحضر واش سميتو كوكر النفاس، وغادي نمشي له وغادي نشوف واش غادي يقول لينا. ايوا كنا غادي نجيو غنرتاحو، صح جيتو انا مريضه بزاف، قلبي حرقني كلشي راه يضرني. المهم غادي نمشي نشوف يمكن عندي هبوط في السكر، ونشوف راه عندي رجلي منفوخين لي بزاف من الفوق حتى لتحت. تحكيه السوش كاع صاحبي. الله دابا مزيان عندها؟ مزيان دابا السكر؟ مزيان، ايه صورتي هذاك الربعة ديال الخمسات اللي حاطين فيها شنو؟ ها اخويا اري داك الخنشاء صافي سير مريضة بشي مرض ولا القلب بالقلب هادي وضع المراس غير دها المراس يا الله ما تزيدش الله يسهل عليك ما عندها حتى الله يسهل عليك الله يسهل شي حاجة نزلو الله يسهل عليك شنو سميتها؟ سميتها عايدة. عايدة اش؟ حرش. هذاك الربعة ديال الخمسات اللي حاطين فيها شنو؟ ها اخويا اري داك الخنشاء صافي سير مريضة بشي مرض بالقلب بالقلب هادي وضع المراس غير دها المراس يا الله ما تزيدش الله يسهل عليك ما عندها حتى الله يسهل عليك الله يسهل عليك الله يسهل عليك الله يسهل عليك شنو سميتها؟ سميتها عايدة. عايدة اش؟ حرش. جلبة كل سعيد وعسى
عاوتاني راني مريضة تا متعدية معايا هذا اليوم التالت عاوتاني غنمشي عند مول السنان فجاتني بحال الحملة كلشي هابط ليا فاش مشيت لقيت لابيلانس هزاتني النهار اللي قبل منه مشات علاج ليا في الطاكسي عقلي والله صافي جيت كل اللي مرت في هنايا في المغرب والله العظيم الناس جيت فوج انا جيت كلها امرت دابا كملت سيمانه اليوم الاربعاء غدا الخميس غدا عندي سيمانه والحمد لله على ابتلاءات الله الحمد لله رب العالمين دابا انا غادي نمشي للطبيب ديال السنان ونشوفه لا حول ولا قوه الا بالله صافي جينا عند مول السنان لقيناه ساعات حنا تعطلنا دابا شي 8 ونص ياكي معنا جا فيا النزله وفي سخانه البارده صافي لقيناه ساعات دابا حتى الغدا ان شاء الله نشوفه لا اله الا الله ولا اله الا غنبت تنعاني جيت بالنهار جيت عند طبيب السنان نشوفه واش حال لا عس عليا ليله كحله حال واقيلا ياكي عندك غيكون متعقل ها ها نشوفو مول السنان ها هو حال دخلي نعم دقي لا مسافه شوف الاسنان ديالنا سنة تلم الاسنان اختصاصي اخر محتاج هذاك خاف قلت ما نعطيكش حتى كتب لي الدواء فاش قلت له عندي قلب السكر خاف صافي قال لك خصني نمشي هذا ها هو ها هلا كل جراحي الاسنان الدكتور خالد العلاج وصافي جينا عنده ديال السنان يمين نجي سطوه